استاذ الدروسي محسن استاذ الاعلاميات مجموعه اسمها مدارس نور بلاطون. هذه المدرسه اللي هي تسويج ديال مجموعه ديال المدارس الخاصه اللي عندنا النكس الاولى اللي هي نور دو ريزو، ثم هذا هي المدرسه الخاصه الثانيه في المنطقه ديال الحميديه. ان شاء الله المدارس ديالنا كتعتمد في الجانب التقني على التكنولوجيا الحديثه، من ضمنها الاعتماد على البرمجه بشكل اساسي وعلى الاعتماد على التقنيات الاساسيه للذكاء الاصطناعي. ومن اجل ذلك ان شاء الله المدرسه ديالنا غادي تدمج جميع يعني القاعات دي طابلو انتيراكتيف اللي غادي تمكن التلاميذ من انهم يحصلوا على تعليم حديث جدا باستعمال اخر منتجاته التقنيات الحديثه من تطبيقات من البرامج ايضا. وكتخلي التفاعل المباشر ما بين الاستاذ وما بين التلميذ، لان هذه التقنيات الحديثه فرضت يعني الوجود ديالها ولا التلميذ تاثيره بشكل اساسي. فلذلك المدرسه ان شاء الله تحاول توصل لواحد النتاج التربوي الاساسي مع التلاميذ باعتماد التقنيات الحديثه. اذا نتمنى ان الاباء يكون عندهم واحد يعني الثقه التامه ان المدرسه غتعمل بيداغوجيا باحسن او اخر الطرق البيداغوجيه، واحد الطاقم تدريسي واداري متمرس ومتميز منتقى بواحد بعنايه كبيره جدا جدا. وكنتمنى المدرسه ديالنا ان تكون اضافه نوعيه لمدينه مكناس والجهات فاس مكناس اللي هي كتستحق يعني واحد التتويج في المجال ديال التربيه، لانها كتنتج لنا كوادر وكوادر يعني كبيره جدا اللي كتساهم في يعني كتساهم في التطوير ديال البلاد ديالنا. وشكرا. الاشياء الاساسيه ديال المدرسه ديالنا هو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثه، من بينها لي طابلو انتيراكتيف سيستيم نقول 14 هي تقريبا غير باللمس، يمكن كلها تكون ايضا استعمال اندرويد يعني بلاي ستور. جميع التطبيقات التربويه هادفه متوفره على بلاي ستور يمكن الاستاذ يستعملها، زائد واحد الطابلو انتيراكتيف اللي ممكن اننا نستعملوه كيعوض يعني السبوره التربويه عاديه. ما شاء الله ندير الاشياء اللي في بلاطون واحد لوح الكتروني حديث اللي كيعتمد على التكنولوجيا الحديثه، لان الشعار ديالنا هو الذكاء الاصطناعي والبرمجه اللي الحمد لله تشرفنا اننا حصلنا على الرتبه الثالثه وطنيا في النكس ديالنا ديال المغرب. مرحبا بك. كيف الطرح يعني باسم شوف ليميش ديال يعني ديال ليجيتار ديال المؤسسه ديال نور بلاطون. جيت خاصة يعني بقينا مرافق في المستوى، الموقع ديال المؤسسة جاي يعني في يعني في بعيد عن الضجيج وعن الضوضاء وعن هذا، جاي يعني فيه مرافق يعني متعددة تقريبا يعني جميع المقومات ديال المؤسسة، كاين من ناحية السعة ديال الأقسام، من ناحية المرافق الصحية، من ناحية المرافق الرياضية. من ناحية نور بلاطون تنعرف المؤسسة باش عدات يعني في سنوات قبل في نوبيل هوريزون، وكان يعني الحمد لله يعني واحد التراكم يعني المؤسسة ماشي عاد بادية، يعني عندها جذور وعندها تاريخ وعندها واحد التراكم، وعندها الحمد لله يعني مقدمات واحد المجموعة ديال النتائج على المستوى ديال التعليم والتكوين ديال الناشئة. فنتمناو أولا المؤسسة التوفيق، وثانيا أنا جيت كأب باش نشوف يعني نقنع الوليدات باش يتسجلوا واخا مرتبطين بمؤسسة أخرى. إلا يسر الله سبحانه وتعالى باش يمسانا باش يجيو يتسجلوا في المؤسسة ديال نور بلاطون. ونتمناو لهاد المؤسسة سيدي التوفيق ولجميع المشاريع الاستثمارية اللي كتفتح يعني آفاق الشغل وآفاق الاستثمار وآفاق يعني الناس محتاجة لهذا الوعي يعني من الاستثمارات. ونتمناو لهاد الصرح هذا التوفيق والسداد وجميع المؤسسات يعني اللي تتشتغل وجميع الاستثمارات اللي كدير في هذه المدينه السعيده اللي محتاجه يعني جميع الاستثمارات لا مستوى التعليم ولا مستوى السياحه ولا غيرها في المستويات الاقتصاديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دونك اول حاجه السلام عليكم، انا اليوم تشرفت بالحضور ديالي للافتتاح ديال ليكول بريفي بلاطون. فريمون هذه ايكول اللي غزاله بزاف، ومن بين لي زيكول اللي انا زعما شفت هنا في مكناس من احسن لي زيكول اللي كاينين هنا في مكناس. تشرفت بالحضور ديالي ليها، جيت ليها قبل يعني فاش كانت يلاه كيقادوها يعني بلاصه بلاصه. فريمون لا الطاقم ولا الناس ولا حتى ليكول المستوى ديالها عالي بزاف،
وايكولي في المستوى اللي يعني يشرف اي اسره مغربيه ولا اي اسره هنا في مكناس، يعني تشرف على انها تقري وليداتها هنا وتدخلهم لهاد المدرسه هذه. فيها بزاف ديال المعايير اللي زوينين، فيها بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. انا جيت سعيده زعما حيت كاينه اليوم افتتاح ديال المدرسه من بين المدارس الكبار هنا في مكناس. لا بالنسبه للناس اللي فيها، لا بالنسبه للاساتذه، لا بالنسبه للطاقم ديالها. وكنصح كاع الناس ديال مكناس يعني عموما، اي واحد باغي يعني ولادو يقراو في واحد المستوى اللي عالي ويدخلوا لواحد ليكول اللي مشرفه، انهم يعني يجيو ليكول بلاطون. وهادشي اللي كاين. شكرا. السلام عليكم. بعد الصحافه المحليه ديال مدينه مكناس اللي كتنورنا بالراي ديالها والراي الجميل جدا، وحنا كنتجمعوا في ايكول بلاطون اللي غادي تحل اول مره، وان شاء الله يكون الافتتاح ديالها فاتحه خير بحال هاد المدارس اللي بيان ايكيبي وفيهم ما يتقال، فيهم ما يدار، حتى الطفل ولا التلميذ ولا التلميذه غيجيو يلقاو راحتهم من الناحيه التكنولوجيه والقرايه والاقسام والنظافه والبيسين والمسرح، يعني نايضه. انا كنقول زعما اللي باقي ما قيدوش وليداتهم مدرسة المستقبل، مدرسة الهمة، مدرسة القيمة، كاينة هنا في بلاطون. تبارك الله عليكم. وأوجد ما كانت هذه المؤسسة؟ الله يسلمك. قلتي لهاد الناس فين يجيو؟ المؤسسة فين متواجدة؟ المؤسسة في طريق مولاي إدريس، طريق مولاي إدريس فاش تكون هابط الدورة الأولى على الله يسر، عاود رجع طلع دور على يدك اليمين في الفيلات. ومدرسة واعرة بزاف الصراحة، كتعرفوني كنهضر بالدارجة ما كنزوقش، واعرة واعرة. عجبتني الفصاله ديالها، الناس خدامين، الناس خدموا انفيستاو باش يقريو وليدات في ظروف جيده، ان شاء الله تكون غير خير باذن الله. مرحبا بك.